السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جبنا لكم تحدي جديد، طبعا تحدي فكرة جديدة، بس قبل ما نبدأ التحدي شيء ها؟ نايمة تعال وين بصلاتك؟ نايمة صح والله عالي والله. طبعا فكرة التحدي هي، قل لهم فكرة التحدي. فكرة التحدي يعني نكتب جملة كاملة بدون نقط، ولازم الثاني اللي من فريقك يقرا الكلمه صح، اذا قراها غلط تروح عليه النقطه، اذا قراها صح له نقطه. طبعا التحدي هذا وصلنا، هذا هو صوره المحادثه. يعطيه العافيه على الاختراق، اقتراح جميل فقلنا نسويه اليوم. فاذا عندكم اي اقتراحات اكتبوها في التعليقات في الانستغرام حقي، انا اقرا كل التعليقات واختار التحديات الحلوه ونسويها. واضح؟ واضح. ما في اعلام؟ ما في. بس اسمي اذا تقدر اقراها اقولها بنقط. جاي في كلمه بدون نقط. وش لازم تقراها؟ يلا قلها بدون نقط. قل لي جملة. فهد كبير جدا. هد. يلا انا وياك فريق وانتم فريق، مين يبدا الاول؟ انا. هو عطوا كلمة ويكتبها. يلا دحوم اكتب لي بسم الله. يلا. بسم الله بدا. ركز. ايوه. السعودية. سبورة. ها حط نقطة، حط نقطة. نين؟ يس يس. وش قال وشي؟ سبورة بيضاء. سبورة بيضاء، أنا قلت صح الأولى صح؟ إيه. يا أخي الله يجيك حط النقطة الباء. يلا أعطونا كلمة. واحد، اثنين، ثلاثة، بسم الله. أتحدى يجيبها. يلا حط نقطة، يلا. الوقت يا أبوي. إيش؟ كمل 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 بسرعة بسرعة. تحط نقطة اقسم بالله العظيم يا ويلك. ما مقلب في المدرسة؟ صح صدق. الله الله يكرمك والله يكرمك يا اخي دحوم يا اخي تشيك. ها بدون نقط. جابها صح، نقطة واحدة لهم. يلا يلا بسرعة. واحد اثنين ثلاثة بدل الوقت. ركز دحوم بدل الوقت. خف اقول ما فيها مليون مليون نقطة مليون. ركز يا غالي. عرفتها. اصبر عادي اللي بتضحكها يعني. ها ها سمبوسه. ايوه. والله يا ولد. خمسه. خمسه دي. لا خمسه. لا مو خمسه. لا ما في حد ولا في شيء. ترى انت حامل وقتي في تكتب تحت. صح هذه صح. يلا باقي شوي بدون خمسه. مو بزين. ايوه يلا. لا تقول لا يعني يعني ما في وضح شوي. ما في واضحه كلمه تحت. اكتب تحت سمبوسه. باقي 10 ثواني. هذا بدون نقط ترى، يعني المفروض في نقط. تخيل في نقط. يلا الله قرب. الوقت دحوم بسرعه بسرعه. خلص الوقت. جميله صح؟ جميله جميله. والله العظيم يا ويلك. يلا واحد اثنين ثلاثه بدل الوقت. اتحداك في همزه صح؟ يسلم. يلا همزه اسمعنا لك. وش اللي صعب؟ وين؟ ما مستحيل مستحيل مستحيل. وش كان كم فريق؟ يلا لا عجيب والله. يلا 30 ثانيه راح. 30 ثانيه راح. تخيل في نقط. حط نقط. تخيل حط نقط هنا كذا. تخيل في نقط. ايش كلام؟ حاول جيب لي كلمة. ركز يا اخوي. يلا 10 ثواني باقي. 10 9 8 7 لا اصبر اصبر. 5 4 3 يلا واحد. يلا وشي استثمار كبير. ايش؟ استثمار كبير. والله عجيبة. انت قاعد تحط سين. يلا بسم الله. واحد اثنين ثلاثة. يلا واحد اثنين ثلاثة. شوف بدل الوقت. لا تحط نقط انتبه. ايوه ايوه. اتوقع في خطا هنا. في خطا؟ عادي حط. عادي. اي همزة همزة مسموح. بسرعة المساء. صح لي. ها؟ صح لي؟ لا هو كاتبها غلط. اوف. هذا فريقك. حبيبي وش كلمة كلمة زين. المساء هارم هادم مارم. اخطاء املائيه. اخطاء املائيه. لا اصبر. اقراها اقراها اقراها. هذه اقراها انت في راسك هنا. شكلها غلط. هذه غلط شكلها غلط. طيب امسح.
طيب خلاص بسرعة الوجه دحوم ايه زبرق الله باقي دحوم حرام عليك اقسم بالله بتخسرني باقي 15 ثانية تبقى خطأ السماء حلوة اشوف في شيء يقول الشساء الشتاء صح؟ الشتاء بارد الشتاء ايش؟ عادي خلص الوقت الشتاء قادم يا ابو سوينا قادم والله صح قادم هذه ميم والله توترت والله ميم انت شلون قرات ذي؟ الشتاء يا ولد ذكي والله واضح انك سامح اقسم بآيات الله اني ما سمعت كيف ليش كل ذي الخطوط؟ والله خطوط وايد ما ادري شلون سكر ابنك انت والله نعم سكر واحد اثنين ثلاثة يلا سهلة سهلة واضح صعبة صعبة فار فار ايش؟ قارب صح غلط الكلمة الأخيرة ايش كاتب أنت؟ قارب قارب ناري؟ لا 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 يمكن ما اسمعها صح ما علم انه والله ما عيدها قارب والله ما عيدها على والله ان شاء الله عيدها والله ما عيدها علم انك الوقت يمر الوقت يمر يلا قارب باري صح غلط الا والله انك لا ما غلط يعني يعني الوقت الحين ان نستمتع بالوقت اي ما علم انك والله ما علم انك كل اياها عطى 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 يلا يلا باقي 10 ثواني والله ما لي شغل تسعة لا لا دحوم ايش غارب بحري الله يخليك اي لا عمل لك استمعوا هذا وجبناه يقول كذا وش اللي وش اللي غارب وش باع في قارب بحري قارب بحري بالعكس هذه زياده انا عارف هذا ما عندي كلمات فريقك انا كلام جديد يلا يا واحد اثنين ثلاثه ابتدى الوقت يا اخي يلا الرسمة هذه رسمة ذي رسمة ايش ذا قهوة الله قهوة رسمة ذي قهوة ساخنة الله عليك الكيوي كيوي ما عليه ما عليه فريق الكيوي يا ابوي على طول اجيب خمس ثواني يا ابوي اي هذا فريقنا فريق من العمر يلا 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 واحد اثنين ثلاثة انا بسوي انا بسوي لعبة يلا سوي اللي عليك شوف مستحيل يجيبها اتحداك عبد الله تجيبها وعندك الوقت ماشي الان يلا يلا عرفت ما عاد في كلمة عرفتها لا فيها ال انت ترى قبل ما والله لا انا حاطه الله يبارك فيك يلا صعبة غلط كتابك كنت هذا وش لا لا في شيء غلط كوكب الفضاء يا الله يا الله والله انا كنت بقول كوكب انا اولي علمتك انا غلط جزاك الله خير بس خلنا نقطه يلا بدا الوقت بسم الله وش وش تقول؟ وش وين؟ وين رايح؟ يلا وش انا والله حيوان حوار جوار صحراء تستهبل لا هذه صحراء انت تبي تفهم من قطعت غلط عليه ها ها كلمه صح حوار جوار مره في 30 ثانيه كوار هذا وش الحرف الاخير حرف يو بالانجليزي وش لا واضح انا اشوف انها واضح والله شوف واضح اول حرف جيم مي دماغي جوار فاعل معي ارحم امك ها يا اخي انت بتكلم والله واضح حوار تبي بعد 15 ثانية جوار خضراء هذه خضراء صح؟ ايه يلا حديقة حوار خضراء صوار حوار كم جوار جواز خلص خلص جوارب ارحم امك هذه باء هذه باء باء كذا عجوز يعني انا وش توقع حرف حرف اليو بالانجليزي بي والله والله العظيم ايش بقى كذا يا دحوم حرام عليك شغل واحد اثنين ثلاثة بسم الله اتحداك الله هذا بحر بحري اتحداك تحدي رجال الله تحدي رجال ايوه يا ابوي ايوه قالي قل لي اياها عشان اساعدك واحد اثنين ثلاثة بسم الله الرحمن الرحيم انا جبت كلمة شوف دحوم كلمة يمكن صعوبتها يعني مقلب ملف شوف لا انا اشوف انه صعب ملف ملفوف ملفوف بنفسجي الله عليك يا شيخ والله الكيوي والله عليك يا فريق الكيوي يا
كيف؟ ايه مو بنفسجي اجيبها، يعني اجيبها في 10 ثواني تفهم ولا لا؟ واضحة. والله كفو يدحون. عطهم عطهم سي ولا عطهم اي شيء؟ لا اعطيهم كذا. لا 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 ترى مو لازم تنكين. اي لا 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 شكرا. جزاك الله خير. شكرا على تعاونك هذا. يلا. واحد اثنين ثلاثة تحدى يجيبها. بسم الله. يلا. بدي الوقت. ايه ما عليك 10 ثواني راحت. يلا. فلسفة كسرة صح؟ لا طال الوقت الأولى صح؟ 25 ثانية أسعد 25 ثانية 25 ثانية كلكن 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 يا الله يا الله كسرة لا لا يلا 40 ثانية راحت أربعين تحومي مفوز كيوي يلا نبيس مفوز كيوي يلا كيوي عشرة تسعة ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد طيب إلينا وصلنا نهاية التحدي أتمنى أنكم استمتعتم بهذا التحدي اكتبوا تحت في التعليقات اسم الفريق الفائز فريقي أنا دحومي اسمه فريق الكيوي وفريقهم اسمه فريق باذنجان الباذنجان شوف من أكثر شيء في التعليقات هو الفائز لا تنسون تضغطون زر اللايك يدعمنا كثير يعني أكثركم يشوف الفيديو وينسى يحط لايك إذا عجبك الفيديو أو التحدي اضغط لايك وأشوفكم إن شاء الله بالمقطع الجاي والتحدي الجاي أو مع السلامة Everywhere we